الله 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 أو كمان بس مني. بص انا معايا مشكله كبيره. ايه المشكله يا ستان؟ انا دلوقتي مش عارفه اجيبها لك ازاي، بس والنبي وعدني انت ما تقولي مصطفى ولا تقولي حد. مش هقول والله، بالله عليك. والله معقول يا ستان؟ انا بعزك يا محمد. والله معقول، بس بسرعه لما مصطفى بيجي يفتكر في حاجه يا ستان. طب بص ما تفتكرنيش وحش. اول حاجه ماشي، فلاحت صاحب مصطفى بيكلمني يعني وكده، كنا اصحاب في الاول، بيكلمني وعشمني بالحب. المهم عايز يعني تعشمت فيه وبكلمه، بعت له كام صوره ليا. بعت له صوره يا ستاني؟ ازاي يا ستاني؟ والنبي يا محمد انا مش لاقي حد يقف جنب غيرك، ودلوقتي بيهددني بالصور دي، وانا مش عارفه اعمل حاجه، ومش عارفه اقول له حتى مصطفى، لان ده صاحبه ممكن يدني فيها، ومش عارفه اعمل ايه. وجع وجع كبير قوي يا ستاني. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ محمد والنبي اقف جنبي، والنبي عشان مصطفى. طب انا بدي اعمل له ايه؟ اعمل ايه؟ انا مش عارف بدي اعمل ايه. ما اعرفش يعني، تحاول تتكلم معي يعني، تحاول تبقى خليه يمسح الصور، اي حاجه. طب الراجل ده معروف يا ستاني؟ يعني خلاص يا ستاني، ما انا هحل الموضوع، انا هحل الموضوع. والنبي يا مصطفى اتمنى يا ستانا، انا هحل الموضوع ان شاء الله. انا خايفه من مصطفى قوي. طب روحي بس يا ستانا، من هي تخش علينا دلوقتي يا ستانا، انا هحل الموضوع. الله 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 الله. بتعملي ايه؟ يا مصطفى استنى بس اسمعني، اسمعني والله. ايه يا مصطفى؟ 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 طب سيبش على مصطفى، انا هشرح. معلش يا مصطفى بيه، خلاص ماشي. مفيش شعر يا مصطفى، يلا قدام على فوق، يلا. والله يا مصطفى بيه استنى هحرك معايا بعدين. يا مصطفى بيه التليفون اللي بدا الست هانم، اديني جبته من حبايب عينيه. وما اشوف بقى يعمل ايه، ده طلعوا عيال ارس ونايتد. نهار اسود. مين؟ يا لهوي تاني يا ست هانم. عملت ايه يا ست هانم؟ طب مش طب خلينا نتكلم جوه. انا كنت جاي لحضرتك. تيجي فين انت؟ عايز تعملي مصيبه لسمعتي يا محمد؟ انا عملت ايه؟ مصطفى بيه يا ست هانم، بس طمني عملت ايه بس والنبي. هو ده بقى التليفون اللي بدا يا ست هانم، اديني جبته لك اهو. جبته بقى زي ما جبته يا ست هانم، انت اصلا كنت مسحب عليه الفرفور. مش عارفه اعمل ايه. طب اكفك بايه؟ انا اهم حاجه ما تكفينيش انت تطلعي بره قبل ما مصطفى بيجي. انا مبسوطه عشان بيجي لكم يا حبيبي لحد عندكم. انا عايز افهم بقى ايه اللي بيحصل هنا، وايه علاقتك بالبواب ده؟ افهم يا مصطفى بيه، هقول لك على كل حاجه والله. هتقول لي على ايه بقى؟ ايوه قول. هقول لك يا مصطفى بيه، قول. كان بتساعدني مرشين بس. بتساعدك؟ اه يا مصطفى بيه. يا حبيبي احنا هنا دخلك دخل عليا انا بقى الكلام ده. الا قول اللي حصل الحقيقه ولا مش هتقول؟ طب يا مصطفى بيه انا عايز تنزل ايه؟ طب انا احكي لك. لا بس انت اللي انت مش عارف حاجه. لا انت اللي مش على حاجه. يا مصطفى بيه اللي يرضيك ان انا امشي؟ اسيب لك المكان وامشي؟ لا 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 مش هتمشي يا محمد، انت قاعد معايا. اسكتي خالص، انت عارف مامك كويس.
انا عارف اخر البواب، عارف ان انا مستغربين. ماشي، انت اصلا مش بني ادم ولا راجل عشان انت بتعمله ده. ماشي، انا همشي مستغربين. اسمعني، انا كنت خالص انت حسابك لسه ما جاش. اخد بس ال 200 بتوع مستغربين ولا اي 200؟ انا حبيب اللعيب، حتى الجلابيه اللي انا جايبها لك خدها وامشي.